لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم عن التشريعات وما يقوم به مجلس النواب من تشريعات، ويمكن اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده بالنسبه لي نموذج للتشريعات الحديثه. مجلس النواب خلال جلسته العامه النهارده برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق بشكل نهائي عن قانون مقدم من الحكومه علشان تقديم حوافز لمشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. الهيدروجين الاخضر ده خلاص ده وقود المستقبل، واحنا بنتكلم انه عايزين بلدنا تاخد خطوات جاده في هذا الاستثمار. هذا المشروع المقدم بيقر بعض الحوافز والاعفاءات الضريبيه والضمانات علشان يقدروا المستثمرين يدخلوا في هذا المجال. مجموعه من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاطاريه اللي موجوده في هذا المجال، مجال انتاج الهيدروجين الاخضر، ازاي يكون عندنا في مصر بيئه استثماريه جاذبه للمستثمرين اللي بيرغبوا في هذا الاستثمار علشان يقدروا ينفذوا مشروعاتهم بسرعه داخل مصر، لان احنا بنتكلم ان احنا عايزين بلدنا تكون مركز دولي لانتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. وده يمكن كان حديث كوب 27 في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، والاعتماد على هذا الوقود لانه الطاقه المتجدده خلاص ده اللي العالم كله بيعتمد عليه، سواء طاقه شمسيه طاقه رياح. فهنعرف بالتفصيل ملامح هذا القانون وايه هو يعني الحوافز اللي بتقدم للمستثمرين من خلال هذا القانون اللي تم الموافقه عليه بشكل نهائي. دلوقتي معانا على التليفون دكتور ايمن محاسب، عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سياده النائب، ولو تطلعنا على ملامح هذا القانون وما يوفر للمستثمرين من بيئه جاذبه للاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر في مصر. مساء النور على سيادتك يا فندم ومشاهدينك الكرام. الحقيقه احنا بنتكلم على ثمره جديده من ثمرات الحوار الوطني، وهو في شكل تشريع جديد يحفز الاستثمار ويدعم المناخ العام للاستثمار في مصر. بنتكلم على جراه جديده بتقوم بها الحكومه الحقيقه، لانها تطلق حزمه كبيره من الحوافز ربما تكون الاعلى في تاريخ جمهوريه مصر العربيه تجاه نشاط محدد وهو الهيدروجين الاخضر. صحيح احنا بنطمع كمان في اكثر من كده دلوقتي، الانشطه او هذا النموذج الذي يحتذى به، اللي احنا بنقول ان ده اكبر يعني حزمه على بعضها كده من الحوافز اطلقت لجذب الاستثمار في الهيدروجين الاخضر. طبعا عارفه ستك الهيدروجين الاخضر عشان المشاهد الكريم يبقى عارف، بيخش في انشطه كثيره جدا صناعيه، بيستخدم في معامل التكرير النفط، بتروكيماويات، بيخش في انتاج الاسمده، بيخش في الزجاج، بيخش في الحديد والصلب، علاوه على ان هو طبعا صديق للبيئه، وكمان بيخش في كوقود حتى للسيارات الكهربائيه. احنا بنتكلم على تطبيق حقيقي لما تتعهد به مصر في المؤتمرات والاتفاقات الدوليه، يعني كاب 27 اللي سمعتك تفضلتي وقلتي كان احد مخرجاته هو تشجيع الدول على الاستثمار في هذا المجال. مصر هي تطبق ما وعدت به في مؤتمر شرم الشيخ بالفعل في اول يعني يوم او ثاني يوم من العام الجديد. الحقيقه حزمه كبيره جدا العديد بقى الحقيقه من السماح الضريبي والاعفاءات الضريبيه والخصم الضريبي لكل مستثمر داخل في هذا. بنتكلم على ان نسبه الخصم توصل ل 55% من اجمالي الضرائب. انهي ضرائب؟ ضرائب الدخل على الدخل اللي انتج بالفعل. بنتكلم على اعفاء مباني المشروع والبنايات من الضريبه العقاريه بالكامل. بنتكلم على تخفيض 20% من ثمن ارض المشروع. بنتكلم على سماح تقسيط لمدد اطول من اللي بتقدمها الهيئه العامه للصناعيه لعشرات و15 سنه اكثر من الممتد الحقيقي. يعني مثلا قصاد ساعات على 10 سنين وعلى 15 ده هياخد اعفاء كمان من 10 ل15 زياده عليهم، يعني يوصل ل 20 30 سنه تقسيط ثمن الارض. بنتكلم على العديد الحقيقه من الامتيازات. بنقول ان ضريبه القيمه المضافه مش هتطبق على الاطلاق على الالات والمعدات والماكينات وخلافه المرتبطه بالنشاط، عافيه تماما، وده طبعا هيسهل للمستثمر ان هو تبقى تكلفته في الانتاج ضئيله، وبالتالي هامش ربحه هيبقى ازيد واكبر. الحقيقه يعني كمان الرخصه الواحده، يعني الرخصه الذهبيه سوف يحصل عليها من اول يوم. يعني هيقدم اوراقه لاعتماد المشروع، هياخد رخصه المصنع ويبتدي نشاطه ويشتغل من اول لحظه دون بقى الاجراءات والبيروقراطيه القديمه والتعطيل اللي كان بيحصل لسنه ولا سنتين. نموذج حقيقي لإرادة حقيقية لتشجيع الاستثمار في مصر هذا القانون. النهارده كان عرس كبير في مجلس النواب، وكنا في غاية السعادة إن احنا الحكومة تجرأت بهذا الشكل وابتدت تدي حوافز حقيقية تشجيعية. يعني لطالما كان تدور في جلسات الحوار الوطني هذه الطلبات بهذا التحديد بالضبط.
صحيح، يمكن حل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ده حل واعد جدا بالنسبة لبلدنا، لأنه احنا نمتلك المقومات، لكن هناك تحديات لهذه الصناعة. يعني كيف هو الحديث عن تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر؟ الأزمة كانت قبل كده إن احنا ما عندناش نقل التكنولوجيا، وبالتالي المستثمر الأجنبي اللي بيعمل في هذا النوع من المجال ما كانش بيجد أي حوافز تؤهل له ذلك. إنما النهاردة لما يجي يلاقي إن الضرائب بتاعته مش موجودة، تقريبا 55% منها مخصوم، يلاقي باقي أنواع الضرائب المعتادة صفر، لما يلاقي تمويل لو عايز بفائدة قليلة، لما يلاقي أرض المشروع زي ما قلت لسيادتك مخفضة بنسبة كبيرة وبيقسطها على 20-30 سنة، لما يلاقي إن هياخد الأرض لمدة 50 سنة يعني بحق الانتفاع، هذه كلها محفزات كبيرة جدا لإطلاق هذا النوع من المشروع على أرض مصر. قبل كده ما كانش ولا حافز واحد من دول موجود، يعني قبل هذا، قبل اليوم، قبل النهاردة 2-1 يعني كده، ما كانش فيه ولا الحقيقة حاجة واحدة من دي كانت موجودة، وبالتالي كان الإحجام موجود من المستثمر الأجنبي والمحلي على الدخول في هذا النوع من النشاط، لأن تكلفته كانت عالية. إنما إحنا كده بنقول بشكل مباشر 70% من تكلفة المشروعات دي في مصر قبل هذا القانون خفضت، يعني لو كان المشروع بيتكلف من دول مثلا 100,000 جنيه فرضا مثلا، النهارده هيتكلف 30. فإحنا بنتكلم على تخفيض حقيقي لعوامل الإنتاج ومستلزمات الإنتاج يصل ل 70% مما سبق. فلا طبعا ده شكل جاذب جدا للاستثمار، ودي آلية مشجعة جدا ومحفزة، وأنا بقول لسيادتك هيكون له مردود محترم جدا على مصر، وده كده بيتناسب مع المردود الاقتصادي يا دكتور أيمن، وده اللي أنا عايز أتكلم مع حضرتك عليه. الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الطاقة النظيفة بشكل كبير والارتقاء بمصر إنها تكون رائدة في مجال زي الهيدروجين الأخضر، إيه جدول اقتصادية؟ لا، الجدوى الاقتصادية ليها العديد من المعايير. رقم واحد عشان نتكلم على دخول استثمار أجنبي وتخفيض سعر العملة من خلال دخول استثمارات عملية أجنبية جاذبة، لأن الشروط هذه المشروعات أن يأتي 70% من مكون رأس المال بتاعها من خارج مصر بعملة طبعا صعبة، وبالتالي أنت هيبقى عندك وفر في العملة الصعبة كبير جدا. تمام، علاوة على أن أنت لما بتقول أنا شغال في بيئة نظيفة، في بيئة حضرية، بتقول ان مصر دولة متقدمة، وبل انا عايز اقول لحضرتك على حاجة بدون مبالغة، احنا نعتبر الدولة دلوقتي بعد COP27 الحقيقة يعني رقم واحد في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. يعني احنا سبقنا دول متقدمة كبيرة جدا في الالتزام بما تم عليه الاتفاق في مؤتمر شرم الشيخ، وهو ده اللي احنا بنقوله. مصر دولة جادة، مصر دولة قيادتها السياسية شفافة وواضحة، مصر بتنعم الحقيقة بمصداقية عالية في اتخاذ قراراتها، مصر تعطي وعود وتنفذها. كل ده بيقول ان مصر بالنسبه للمستثمر، هو المستثمر سيادتك لما بيروح دوله بيهمه حاجات بسيطه جدا، رقم واحد هو استقرار الحكومه ووضوحها في قراراتها، ولا سيما القرارات الاستراتيجيه. يبقى احنا لما بننفذ وعود الدوله المرتبطه بالاستثمار، احنا بنقول للمستثمر الاجنبي نحن بها صريحه لذلك. لما بتشوف معوقات الاستثمار اللي افرزها ووضحها على سطح الحوار الوطني الحقيقه بشكل مباشر، وتقوم الدوله تاخد العديد من القرارات، وهو تشريع قوي جدا تطبيقي لهذا الكلام، وتنفذ هذه الوعود اللي كان تفضل بها السيد الرئيس وقال ان ما سوف ياتي على لسان الحوار الوطني ده طلبات شعب مصر وانا هنفذها، واحنا النهارده في اول يعني تشريع مرتبط بالاستثمار، الحقيقه تخفيض غير مسبوق، والحوافز اللي بيه اكبر كمان من الموجوده في قانون الاستثمار ذاته. وسيادتك عارفه ان في عرف قانوني ومبدا قانوني كبير يقول ان الخاص يقيد العام، يعني هذه الحوافز سوف تسري حتى على قانون الاستثمار نفسه، لانها حوافز اكبر من اللي موجوده في القانون ذاته، لانها حوافز نوعيه مرتبطه بنشاط خاص، وفي القانون الخاص يقيد العام، وبالتالي من دي فرصه كبيره يا دكتور لدفع عمليه الاستثمار في الطاقه النظيفه بشكل عام، وهنا الموضوع مرتبط بامن الطاقه، وخصوصا بعد اللي احنا شفناه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. عندك حق بالظبط، طبعا كلام حضرتك في محله تماما، ومصر بتنعم على فكره بالمناسبه، يعني بما انها في ذات عندها بحرين زي ما انت عارفه بطولها وعرضها وعندها مناخ محترم وشمس الحمد لله طوال العام تقريبا، عندنا القدره على توليد الطاقه المتجدده بشكل كبير. يبقى احنا المناخ او الموارد نفسها الطبيعيه موجوده، وكان هناك بعض العراقيل الحكوميه قتلها هذا القانون خلاص. كانش في حوافز مشجعه قتلها هذا القانون، ادى حوافز كبيره جدا جدا، وبالتالي سوف يكون هناك المزيد من الاستثمار في هذا الحقيقه النوع من الانتاج، وبالتالي سوف يكون له مردود كبير جدا. وسيادتك تذكري هذا التاريخ وهذا القانون وكيف انه يكون نقله حقيقيه في التشريعات المصريه
لتشجيع الاستثمار في مصر. احنا بحاجة يعني هذه التشريعات الذكية والمختلفة في داخل مجلس النواب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن محاسب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.